أكثر تفاصيل مع أنس تريسي مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من إدلب. أهلا بك أنس. إذن تجدد القصف على جرجناز تحديدا وسقوط ضحايا من بين المدنيين، ضعنا في أكثر التفاصيل عن الوضع، وهل من مستجدات حتى هذه الساعة فيما يتعلق بالقصف؟ نعم هاجر، يعني حقيقة تستمر ميليشيا أسد والميليشيات الطائفية الأخرى المتمركزة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الشرقي بانتهاكها لاتفاق التهدئة الذي عقد في سوتشي ما بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، والذي بموجبه دخلت المنطقة يعني بوقف للعمليات العسكرية، ولكن على ما يبدو أن هذا الوقف هو من طرف واحد، طرف الفصائل المقاتلة المنتشرة في ريف حماة وريف إدلب، بينما ميليشيا أسد تستمر بهذا الانتهاك الواضح والصريح والمستمر لهذا الاتفاق. طبعا القرى التي تعرضت للقصف خلال ال 72 ساعة الماضية هي جرجناز والتمانعة وسكيك، ووصل القصف أيضا إلى محيط بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي الشرقي، تحديدا في ريف معارف النعمان. هذه المناطق التي تتعرض لقصف شبه يومي من قبل ميليشيا أسد المتمركزة بريف حما وأيضا ريف إدلب الشرقي براجمات الصواريخ. طبعا هذا القصف أدى إلى دمار كبير لحق بالممتلكات العامة والخاصة وسقوط بعض الإصابات بين صفوف المدنيين، ناهيك عن حركة النزوح الكبيرة التي يعني جرت في ريف إدلب الشرقي تحديدا، أتكلم هنا عن التمانع وسكيك وأيضا جرجناز. جرجناز اليوم تقريبا شبه خالية من السكان، غالبية الأهالي هربوا خارج المدينة ونزحوا إلى مناطق أكثر أمنا باتجاه داخل المحافظة أي باتجاه الغرب، وهناك عائلات وصلت إلى الحدود السورية التركية. طبعا تكرار القصف المستمر على جرجناز بكل تأكيد عدم يعني سبل الحياة كافة في المدينة، تقريبا كل شيء توقف في المدينة، الخدمات، المدارس، رياض الأطفال، بالإضافة إلى الحركة التجارية. طبعا بكل تأكيد بسبب القصف المستمر ونزوح الأهالي خارج هذه المدينة. طبعا إلى الآن لم يصدر أي بيانات رسمية من قبل وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع التركية حول هذه الانتهاكات الخطيرة وما إذا كانت ستستمر إلى الآن إلى يعني المستقبل أم لا، أم يعني تقف روسيا موقف جاد أمام التزاماتها بمنع ميليشيا أسد من انتهاك هذه الاتفاقية، أو على الطرف الآخر وزارة الدفاع التركية. طبعا هناك دائما تقارير دورية تخرج من قبل نقاط المراقبة التركية الاثني عشر المتمركزة يعني في عموم المنطقة الشمالية، ولكن إلى الآن لم يصدر أي تحركات فعلية على الأرض لوقف هذه الانتهاكات. طبعا من المرجح كثيرا يعني أن يكون هناك حالة إنسانية صعبة يعاني منها النازحين، تضاف هذه الحالة يعني إلى حالة النازحين المنتشرين على طول الحدود السورية التركية. طبعا درجات الحرارة في تدني مستمر ونحن مقبلون على عاصفة جديدة ستضرب المنطقة على ما يبدو، وإلى الآن لم يكن هناك أي تدخل من قبل يعني منظمات دولية جديدة غير المنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة. قد نكون يعني على باب كارثة إنسانية في حال لم يتم التدخل يعني بالنسبة لملف النازحين وخاصة الذين هجروا من مناطقهم مؤخرا بريف إدلب الشرقي. شكرا أنس تريسي مراسل أورينت نيوز مباشرة من إدلب.